مساء الخير والنور، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. يتجدد لقاؤنا بكم في هذه الجولة 11 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم للشباب، بالذات من هنا من ملعب 7 من نيسان البلدي في حلب، في أجواء ضبابية يطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاتحاد متصدر الدوري، حلب الأهلي للشباب متصدر الدوري بجدارة واستحقاق، يستضيف القادم من دمشق فريق المجد بالزي الأزرق على يمين الشاشة بمدربه سامر قشاط الذي اصطحب معه مصعب كلو في حراسة المرمى، وهاني الرفاعي رقم 20 وزياد إبراهيم رقم 2 وعبد الرؤوف معصعص رقم 5 وعبد القادر تركي رقم 99 والرقم 6 خزيمة ريحان والرقم 8 محمود همار ومنذر دياب بالرقم 4 وبشار بوحة بالرقم 77 وأويس تركماني رقم 10 ونوار الحلبي رقم 11، وفي كرسي الاحتياط يجلس حسين سليمان ومحمد صباغ رقم 14 وعز الدين إيشاني رقم 12 وأيمن العيسى رقم 9 والرقم 13 قاسم لميسر وأحمد مصباح 17 ونور قاسم 28. لمقابلة تشكيلة الحديد والنار، الأحمر الأهلاوي المتصدر بقيادة معن الراشد في تشكيلته، محمد حسوني في حراسة المرمى ومحمود قلعجي رقم 32، بلال كلاسي رقم 5 وعلي رينا 4 والشحرور محمد رقم 12 والرقم 66 أحمد كالو، حسن دهان رقم 7 وفضل شوى 18 والرقم 10 محمود نايف وحمزة سواس 11 وزيكو رمضان زكريا 19، غيث رسول في الاحتياط رقم 88، عمر بهلوان رقم 80 والرقم 99، أيهم الفارس والرقم 8، عمر جبارة، محمد سواس 17، عبد الكريم حلي رقم 2، بشر شهابي رقم 3 وإبراهيم عثمان 29 والرقم 6 أحمد خياط. في المباراة التي يديرها حكم الساحة نور الدين زازا ويساعده تمام أبو علو وفراس تفتنازي، أما الحكم الرابع فكمال بدوي. تنطلق هذه المباراة بحسابات متعاكسة بين الفريقين، الضيف يسعى لمغادرة ذيل الترتيب والصعود بمراكزه لأنه لم يحقق سوى نقطتين فقط في 10 جولات مضت من أسوأ أيام فريق المجد على مستوى الشباب، نقطتين فقط في 10 جولات، حصيلة كارثية يسعى لتفاديها هنا في ملعب يصعب فيه تماما وكل الفرق باتت تعلم ذلك، يصعب فيه تفادي ما أنت فيه من حالة فنية وتكتيكية سيئة، ليس هنا تجمع النقاط يا مجد، هذا ما يسعى معن الراشد لتثبيته وقوله للتشكيلة الدمشقية التي تحل بضيافة حلب هنا بالزي الأزرق. معن الراشد سيواصل الضرب بقوة ولا خيار أمامه سوى هذا الخيار، معن الراشد لا يخفي أبدا أن مرحلة الإياب التي اقترب بدءها ستكون أصعب من مرحلة ذهاب الدوري بعد أن قضينا 10 جولات وقف فيها معن الراشد على كل كبيرة وصغيرة في فريقه وتشكيلته من نقاط ضعف ومكامن قوة، واختبر أحصنة رهانه بأساسيها واحتياطيها وواجه معظم فرق البلد في هذا الموسم وفقا لجدول مرحلة الذهاب، لا يخفي تخوفه من جدول مرحلة الإياب ولا يخفي تطلعه كذلك إلى الظفر باللقب، وبات طموحته فوق مشروعة وكل أصابع التتويج تشير إلى هذه التشكيلة الحمراء التي أجادت تماما وجمعت 28 نقطة في طليعة الترتيب، متفوقة بست نقاط على المطارد تشرين فريق اللاذقية الذي جمع 22 نقطة فقط، وهذه الكرة الخطيرة الأولى تخرج إلى ضربة زاوية أو ضربة مرمى مجدوية عند الحارس مصعب كلو. هذا ما قاله معن الراشد ابن نادي الاتحاد وقائد تشكيلته الشابة في تصريحات خاصة بها إذاعتنا منذ أيام، قال إن اللقب هو هدف أصبح لفريق الاتحاد هدف مشروع وهدف لن يتخلى النادي عنه وكل العيون تنظر إليه، الكأس. معن الراشد لا يرى سواه في الطريق ولا يرى سواه في الأفق، وهذا ما تسعى إليه تشكيلته، أحمد كالو ورينا وكلاسي ورفاقهم
البقية الذين يعزفون في كل مباراة سيمفونية أجمل من السيمفونية التي عزفوها في المباراة السابقة، لا يساومون أبدا ولا يختلف متابعا كرويا على أحقية الاتحاد بالصدارة إلى حد اللحظة. 10 جولات من ذهب من نار قدمها الاتحاد ويلعب بالنار الآن محمد حسوني مع هذا الباس الذي مرره إلى علي رينا، صارت الكرة عند حمزة سواس في الأمام، قطعت بعد ذلك وعادت باتجاه كلاسي، كلاسي أقرب إليها من المهاجم المجداوي، يتركها كلاسي لتخرج ضربة مرمى اتحادية عند محمد حسوني. محظوظ تماما محمد حسوني أنه يلعب خلف تشكيلة قلما تفقد الكرة وقلما تفقد الاستحواذ عليها. نادرة هي المباريات التي تعرض فيها محمد حسوني لضغط المباراة بالكامل، وكان عليه انصباب الهجمات فقط ربما في مباراة تشرين نوعا ما، وفي مباراة الكرامة التي تعادل فيها الاتحاد التعثر الوحيد. 30 نقطة متاحة في الجولات العشر الأول حصل منها أبناء الراشد، 28 لم يفقدوا سوى نقطتين هنا في هذا الملعب أمام الكرامة تعادلوا، هذا هو التعثر الوحيد. تخيلوا هذه فئة الشباب من تشكيلة الاتحاد، قد يذكر الزمن بعد أيام وبعد سنين وحتى بعد عقود أن تشكيلة الاتحاد الحالية بموسم 2020-2021 التي قادها سنتحدث يومها ونقول، التي كانت في تلك الأيام يقودها معن الراشد عام 2020، هي التي أعادت البريق والأضواء إلى دور الشباب بعد أن كانت العيون الكروية في سوريا مغمضة عنه إلى حد بعيد. وهذا خطأ كبير وكبير جدا يقع به الشارع الكروي السوري للأسف مع مرور السنوات. لا نعتني تماما بالفئات العمرية التي تشكل نواة لتخريج فرق على مستوى الرجال، مرعبة ومرعبة جدا. العيون يجب أن تفتح على دوريات الفئات العمرية وتنشئة المواهب واكتشافها ورعايتها بالصفة المثلى لتشق طريقها نحو الاحتراف، فليس الاحتراف بعيدا عنا ولسنا أقل منه أبدا. مواهب في عالم كرة القدم في سوريا تظهر في الملاعب الأوروبية حتى وفي الملاعب الأسيوية تشرفنا، لم يكن بعيدا ذاك اليوم الذي توج فيه لاعبنا عمر خريبين بصفته أفضل لاعب في أكبر قارة في العالم في الرياضة الجماهيرية الأولى على مستوى الكرة الأرضية. رمية تماس اتحادية صارت عند زكريا رمضان، لم نشهد إلى حد الآن أي محاولات ولا أي خطورة على المرميين. كالو، كالو حطها على اليسار، رجعت لعلي رينا، علي رينا من هنالك على اليسار للشحرور، عادت لمنتصف الميدان عند حسن دهان، أسيست يا سلام زكريا، راس راس ولكن في موقف متسلل استلمها ومن أمامه مصعب كيلو أخرجها حارس مرمى المجد. باتت التساؤلات للفرق التي تحل هنا بضيافة حلب وبضيافة ملعب السابع من نيسان البلدي بالذات، حيث يستضيف شباب الاتحاد ضيوفهم هنا. بات التساؤل نصه كم ستكون النتيجة وليس هل سيفوز الاتحاد أم لا. فوز الاتحاد بات نوعا ما أتحدث بمقتضى الجولات العشر الأولى، بات تحصيل حاصل. هل أن هذه الأجواء الضبابية ستحجب عيون الاتحاد عن مرمى المجد؟ هذا ما سنشاهده ونقف عليه في باقي دقائق المباراة. يا محمود يا نايف يا من أنت متسلل، واكتشفك وأوقفك حكم المباراة نور الدين زازا، لم يسمح لك بمتابعة هذه الهجمة. يا محمود يا صاحب اليمنى النارية، سجلت أكثر من هدف في غاية الروعة، قد يجري اختيارها في نهاية الموسم، واختيار واحد منها بأنه أجمل هدف في دورينا للشباب لهذه السنة. منذر دياب طويلة منه باتجاه منطقة الجزاء مبعدة بالرأس، صارت عند الرقم 77 بوحة، يفقدها بوحة، يسقط بوحة متحصلا على ضربة حرة مباشرة. ماذا لو افتتح المجد التسجيل؟ سنشاهد مباراة مليئة ومترعة بالمتعة وأشكال الفن والمهارة والجمل التكتيكية التي اعتدنا عليها من جانب فريق الاتحاد. هذا الفريق
سيد شباب البلد إلى حد اللحظة لا أدري لماذا تتملكوني قناعة، هل تشاطرونني إياها؟ التعليق لكم والحكم دائما لكم بأن هذه التشكيلة الاتحادية الشابة ستجلب الانتباه لدوريات الشباب من الآن فصاعدا، لما لا ونحن نشاهد كرة قدم حريرية حمراء هنا في السابع من نيسان، فاته الكثير من لم يشاهدها. مع كامل الاحترام وحفظ المكانة لدور الرجال دائما وأبدا هو المقصد الأول والأخير لعشاق الكرة السورية. راح محمود نايف انطلق من هنالك على اليمين، سيمر من المدافع، لا لم يمر، خلصها ولا أروع. المدافع الأزرق المجداوي عادت للكلاسي من جديد بلال، ولكن الضغط على حمل الكرة أدى لفقدها خطيرة. هذه الكرة علي رينا أوقفها ولم يسمح بمرورها، صارت عند شحرور محمد، مضطر العودة لرينا من جديد تحت الضغط على حمل الكرة. انتشار مقنع تماما ينتشره فريق المجد إلى حد اللحظة، يملأ الملعب بلاعبيه، يضغط تماما على حمل الكرة الأهلاوي، لا يسمح للاتحاد بنسج جمل كروية وتبادل الكرات فيما بين لاعبيه. إلى متى سيواصل المجد اللعب بهذه الطريقة؟ نتمنى أن يواصل كافة أطوار المباراة لنشاهد مباراة أكثر ندية وأكثر متعة وأكثر جمالا وأكثر مهارة، ونحن دائما في مثل هكذا حالات الكاسب الأكبر وربما الوحيد إذا ما جرى اقتسام نقاط هذه المباراة بين فريقيها. نتيجة التعادل لا ترضي الاتحاد أبدا لأنها ستشكل تعثرا نادرا من نوعه، سيكون الثاني على مستوى الموسم، والمجد لن يكتفي بنقطة واحدة إن أتيح له ذلك، فهو بأمس الحاجة للنقاط، هو متعطش تماما لحصدها والارتقاء في سلم الترتيب أكثر فأكثر. نوار الحلبي على تنفيذ هذه الركلة الحرة المباشرة، نوار وضعها سهلة جدا في أحضان محمد حسوني. حسوني على الأرض، نادرا ما نشاهد محمد حسوني يلعب ضربة المرمى أو الكرة التي يمسك بها طويلة وإلى الأمام، لأنه لا يضيع الوقت أبدا أبدا ولا يفوت الفرصة على بناء هجمة أجمل وأكثر متعة وطرب وإثارة. حسن دهان وضعها عند محمود نايف، سلسة تماما بين النايف ورمضان، راح رمضان وحيدا هنالك على اليمين، يبحث عن من يمرر له مرة من المدافع الأول، رمضان خطيرة جدا أصبحت ولكن قطعت في اللحظة الأخيرة عند المدافع الأخير. راح دياب انطلق بالمرتدة وضعها عند زميله، صارت على اليسار قبل أن تصل، قطعها علي رينا، وضعها عند دهان، منه إلى كالو، كالو باتجاه نايف، هل أنت متسلل يا نايف؟ ليس متسللا لكن طالت عليه الكرة تماما بعيدة كليا، رمية تماس مجدوية زرقاء. فريق المجد يقف تماما بصلبة إلى حد الآن وينتشر انتشارا جميلا داخل أرضية الميدان. رفاق زياد إبراهيم حامل الرقم 2 أمامكم، هذا هو محمود قلعجي، وضعها عند حسن دهان، لم يمر دهان من أمام زياد إبراهيم، قطعت كرته وأصبحت رمية تماس مرة أخرى عند القلعجي. محمود معه دهان وحيدا يلعب له الكرة، عادت للقلعجي، قلعجي يبحث عن لاعب العرضية، لم يلعب العرضية لأنها تحولت من أمامه إلى رمية تماس جديدة، 3 أو 4 رميات تماس في دقيقة واحدة، لا تخرج الكرة من مكانها بسلاسة. الآن خرجت وجاءت رأسية زكريا رمضان لكنها كانت هادئة وضعيفة ولم تشكل خطورة على مرمى كله مصعب. أمامية تلعب طويلة كما العادة في كل جولة، تجري مباريات الجولة في نفس التوقيت، الكرامة يستضيف الحرية هنالك في حمص في تكرار لمباراة دوري الرجال التي جرت أمس وفاز فيها الكرامة على الحرية بفئة الرجال كذلك 1-0 بهدف عبد الله جنيات في الدقيقة 11 بالذات. ملعوبة هذه الكرة بينية خطيرة جدا، هذه كرة الهدف الأول قطعت في اللحظة الأخيرة، يا سلام على هذا التدخل الدفاعي علي رينا في اللحظة الأخيرة في الثانية الأخيرة بكل رشاقة واقتدار يبعد هذه الكرة، صارت رمية تماس عند زياد إبراهيم، لعبها زياد باتجاه بوحة، كرة البوحة طائشة عادت للاتحاد مرة أخرى عند حسن دهان،
معه محمود نايف وحيدا متسلل. محمود دائما مرتين أو ثلاثة منذ بداية هذه المباراة. يجب أن تنتبه لمصيادة التسلل يا نايف. يا محمود فوت أكثر من ارتداد على فريقك نظرا لوقوعك في مصيادة التسلل الزرقاء المحكمة التي دائما ما تنصب لك من أبناء المدرب سامر قشاط. سلامات للاعب المجداوي على أرضية الميدان. يطمئن عليه محمد حسوني حارس فريق الاتحاد مع دخول الطاقم الطبي للوقوف على حالته الصحية. ألف سلامة له في أجواء الطقس الباردة نوار الحلبي. سلامات في هذه الأجواء الضبابية اللندنية البحتة. تعليمات يتلقاها زكريا رمضان على خط التماس حول الطريقة المثلى لهز شباك كله وافتتاح التسجيل في مرمى المجد. لوقت لتضييعه حان وقت الهدف الأول وأنا أوانه في مثل هذا الوقت. غالبا ما يكون الاتحاد متقدما هنا في أرضية ميدانه. حتى عندما بغته تشرين بهدف أول كان قد أدرك التعادل في مثل هذه الدقيقة. إلى حد الآن أبرز ما في هذه المباراة أن لا تسديدات فيها على الإطلاق ولا ركنيات. حالات تسلل ثلاث مرات على الاتحاد. أما المجد فتسلل لاعبه مرة واحدة لا كروت ملونة والاستحواذ اتحادي بأفضلية طفيفة بوزيشن 62%. لا وجود لفرص خطيرة على الإطلاق في بداية هذه المباراة ومع انقضاء قرب ربع ساعة من زمنها. راح حمزة سواس على اليمين فرق السرعة لصالح حمزة. راح حمزة انطلق يبحث عن التمريرة لزكريا لكنها قطعت من أمام حمزة في اللحظة الأخيرة من قائد الفريق عبد القادر تركي. قلعجي لزكريا لفودار. زكريا وجد كالو صارت عند حسن دهان عاد بها إلى علي رينا. رينا وضعها عند شحرور. شحرور يقف عليها يبحث عن زميل يجد كالو. من هنالك فاضل شوى. خرجت كرة فاضل شوى إلى رمية التماس. قال الحكم أنها أهلوية. تماس اتحادية تشتت من هنالك على اليمين من الدفاع المجداوي الصامد إلى حد اللحظة. أقول صامد لأن كل دفاعات الدوري إلى حد الآن تكسرت هنا في استاد السابع من نيسان. لا أحد يصمد، الجميع ينهزم إلا الكرامة. روح الكلاسيكو انعكست على فئة الشباب. لم يسمح الكرامة أن يتقهقر أمام الاتحاد وينهزم. ممنوع الخسارة هذا كلاسيكو. وإن اختلفت الفئات العمرية هي المباراة الوحيدة التي لم تتكسر فيها رماح زائر السابع من نيسان. هنا الملعب البلدي، هنا المكان الذي يخسر فيه الجميع. نتذكر ملعب خالد بن الوليد الذي كانت تخسر فيه كل الفرق الزائرة على مستوى آسيا عام 2006 في فريق أبو شاكر الخالد محمد القويض. تلك التشكيلة الخالدة التي كانت كلها كرموية بامتياز، معظمها من أبناء النادي، كل لاعبي الكرمة يومها لمن لا يعلم كانوا من مدينة حمص بالذات وليسوا سوريين فحسب. كانوا من حمص بالذات 10 لاعبين ما عدا المحترف البرازيلي فابيو سانتوس البالغ طوله 2.4 متر. تذكرونه جيدا عشاق الكرة السورية القدماء والمتأصلين والمتابعين لدوران كرتنا منذ سنين وسنين. مقطوعة هذه الكرة مجداوية بينية خطيرة جدا. هذا الهدف الأول، جاء الهدف الأول، كيف ضاع؟ مستحيل. هذه كرة الهدف الأول. محظوظ أنت يا محمد حسوني، ارتميت باتجاه الكرة، كانت خطيرة جدا لصالح فريق المجد. ضاعت بغرابة وضعها على يسار القائم الأيسر اللاعب أويس تركماني. أضعها بغرابة، كرة هدف أول محقق. أخطر الفرص إلى حد اللحظة في هذه المباراة من تشكيلتي الفريقين ضاعت على تركماني أويس
أهدرها من أمام محمد حسوني الذي حتى ردت فعله لم تكن بالصورة المثالية وجاءت متأخرة تململ فيها محمد كاد يدفع ثمن اللياقة البدنية غير المكتملة حسوني. هذا حسن دهان قد يأتي بالرد السريع. صارت الكرة عند شوة بحثا عن زكريا رمضان ارتماء دفاعية في اللحظة الأخيرة. ربما ما أثر على زاوية رؤية محمد حسوني رغم أن الكرة كانت من العمق هي هذه الأجواء الضبابية التي نتحدث عنها منذ بداية المباراة ونتحدث من قلبها من قلب الأجواء الضبابية التي قلت لكم أنها لندنية بحتة. هنا لو تشاهدون الضباب في استاد السابع من نيسان بالذات هذا فول واضح اشتراك مع حارس المرمى مصعب كيلو في المنطقة المحرمة منطقة 5 أمتار و50 سنتيمترا أي اشتراك مع حارس المرمى ولو لمسا يعتبر فول لصالح حارس المرمى وهذا ما حصل وأشار إليه نور الدين زازا أوقف اللعب. هدف أبيض لزكريا رمضان. في هذه كنت أتحدث عن الأجواء الضبابية التي ستؤثر ربما على الرؤية لحارسي المرمى بالذات من قلبها ومنها يواصل فريق صدى اف ام الفني والإذاعي نقل أجواء مباريات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم للشباب. لا يثني إذاعتكم صدى اف ام شيء أبدا عن نقل الصورة والصوت الأنقى والأجمل والأدق. عدسة كاميرا صدى اف ام دائما هي الأقرب إلى أي فعالية وحدث خاصة إن كان رياضيا وإن كان يجري على أرض الشهباء حلب دائما ستشاهدونه بالدقة الأجمل وبهوية بصرية متطورة بالتقادم وتتحسن دائما مناعدكم بذلك وهذا ما تشاهدونه عبر صفحتنا الرسمية دائما على فيسبوك. وإن كانت لديكم أي ملاحظة على إذاعتكم صدى اف ام دائما نحن بانتظار تلقيها وسوف يجري تلفيها بسرعة ستلمسونها بأنفسكم. فول لم ينفذ بعد. يهدر الوقت بهذه الطريقة منذ فترة طويلة. سقط حارس المرمى مصعب كيلو والآن نفذ الفول. الوقت يضيع والشوط الأول يمضي باردا كطقسه. لا فرص خطيرة فيه سوى تلك التي أهدرها رأس الحربة المجداوي أويس تركماني من أمام محمد حسوني الذي ارتمى ولم يصل إليها لكنها تهدت بجانب قائم مرماه الأيسر. هذه أجمل ما شاهدناه في شوط المباراة الأول. كنا نأمل بأجمل من ذلك. هل تتعطل ماكينات معن الراشد في هذا البرد وهذا الطقس الضبابي أم أن العيون تعمى عن مرمى المجد؟ هذا المرمى الذي استقبل الكثير من الأهداف جعل فريقه شاهدوا كيف تأتي الأهداف بالكثير والكثير من الرعونة. يا مصعب يا كلو هذا خطأ قاتل. لو أن الكرة أمام المرمى لدخلت مباشرة كان هدفا مجانيا. 1-0 للاتحاد. هذه كرة تعكس تماما أن حارس المجد حارس من الفئات العمرية لم يكتسب ما يكفي من الخبرة بعد. مستحيلة هذه الكرة لو أنها في مباراة حاسمة أو في دقائق أخيرة لدفع ثمنها غاليا وباهظا وأضاع تعب أيام وشهور لفريقه. لا نلومه. تحصل كل الأخطاء في عالم كرة القدم وتحصل المتعة كذلك مثل هذا الكعب الذي نشاهده حاليا. صارت الكرة عند البوحة عاد بها إلى الخلف مجدوية. لا تزال الكرة زرقاء في الجهة اليسرى تفتك تعود للاتحاد مرة أخرى. تبعد من زياد إبراهيم إلى رمية التماس عند قلعجي. محمود قلعجي لحسن دهان لا يستلم هذه الكرة. حسن دهان ليس هذا الاتحاد الذي اعتدنا عليه وليس هذا هو الأهلي الذي نشاهده على مدار الجولات الماضية. أين السيمفونيات؟ أين العزف؟ أين الطرب؟ أين المتعة؟ لم يأخذ الاتحاد الخطوة الأولى على طريق الألف ميل من الطرب الذي نسلكه مع هذا الفريق الأحمر كل جولة. ما الذي يجري؟ أكيد الجواب موجود عند الكابتن معن الراشد.
الذي يحك الحاجب حاليا ويحلل ما جرى في دقائق المباراة الماضية التي شهدت أفضلية نسبية لمتزيل الترتيب على حساب المتصدر. هي الكرة الغدارة التي تعطي من يعطيها ولا تعترف أبدا بالتاريخ، ومهما خدمتها ومهما تفننت بإيلاجها شباك خصومك فيما سبق، الكرة دائما ابنة هذا اليوم. إن لم تلعب فأنت خاسر، لا شيء يشفع لك، لا الفانيلا ولا التاريخ ولا شيء سوى ذلك. لذلك مطالب دائما الاتحاد بأن يبرهن كل جولة على أنه هو الأفضل، ونحن كمشاهدين حري بنا دائما ومن واجبنا الكروي والفني والتقني أن ننصف هذه التشكيلة ونعطيها حقها في تحليلنا، في تعليقنا، في مواكبتنا ونقلنا المستمر الذي نؤكد دائما على استمراره رغم كل الظروف الجوية وغير الجوية والتقنية والفنية التي إن ساءت في بعض الأحيان فنؤكد لكم أنها ساءت لظروف خارجة تماما عن إرادتنا. مبعدة هذه الكرة لضربة زاوية اتحادية من هنالك على اليمين. هذه الكرة ستوضع فوق رؤوس القادمين من الخلف كلاسي ورينا بالذات، البحث عن رأسيهما ورأس كذلك زكريا رمضان لم تصل إلى أي منهم، أبعدت من المدافع الأول، عادت العرضية مرة أخرى واصطدمت من جديد بالمدافع الأول، لم تتخطى القائم الأول على مرحلتين. هذه الكرة عادت على اليسار مرة أخرى، يحضن عليها، يستلمها، لف ودار، بحث عن الزميل لم يجده، تغطية تماما بلاعبين من أمامه فقد هذه الكرة. شحرور وعادت رمية تماس مجدوية. زكريا رمضان عند حسن دهان، حسن دهان باتجاه سواس، دخل سواس، خطيرة جدا، سيسدد، سدد سواس ولكنها خارج المرمى، افتقدت للدقة. لو أنه مرر لزكريا رمضان أو حتى لشحرور هنالك على اليسار لكان الخيار ربما الأمثل، اختار أن يسدد سواس، توقعنا أن يسدد، سدد ووضعها خارج مرمى مصعب كله ضربة مرمى. لكل شيء ثمن، حتى المتعة والمهارة لها ثمن، حتى الإمتاع والإقناع له ثمن في عالم كرة القدم. الاتحاد يدخل كل مباراة مطالب بما هو جديد وبما هو أقوى وبما هو أجمل. الأهلي إن مر 20 دقيقة أو حتى 15 دقيقة من زمن أي مباراة ولم يسجل فيها فريق معنى الراشد أي هدف، يبدأ اللوم وتبدأ التساؤلات. جماهير الاتحاد جماهير متطلبة تماما، شأنها شأن جماهير أي فريق كبير وعريق، تشاهدها دائما تبحث عن المزيد والمزيد والمزيد، هل من مزيد وهل من منافس. من هنالك على اليسار خطيرة جدا، هذه الكرة كادت تغالط كله لكن هذا الأخير يقز تماما، برافو مصعب كله ولا أروع، التقط هذه الكرة من قدم لاعبه الذي أبعدها قبل أن تغلطه وتذهب باتجاه زكريا رمضان، قطعها وأنهى بها الهجمة بين قفازيه مصعب كلو، صارت عند سواس، سواس يبحث عن زكريا، كان متسللا زكريا لذلك اخترق سواس ولم يمر من المدافع الأول، فضل الخيار الفردي لأن زميله رمضان كان متسللا كما هو الآن، لا يخرج من مصيدة التسلل في هذه الدقيقة. زكريا رمضان عادت للمجد مرة أخرى، هذه الكرة عند صاحب الرقم 99 تركي عبد القادر، مرفوعة من زياد إبراهيم، تعود لمنتصف الميدان. هذه الكرة طالت وخرجت رمية تماس زرقاء على اليمين. صعب تماما أن تجاري فريق ليس لديه ما يخسره، فريق المجد جمع نقطتين فقط في 10 جولات، لذلك فريق المجد تماما متزيل الترتيب في المركز 14 والأخير، لذلك سيلعب متحللا من أي شكل من أشكال الضغوط، لأنه حتى إن خسر لا يلام كما يلام الاتحاد إذا تعسر اليوم. يا بشار يا بوحة،
دياب. منذر دياب قد ينفذ هذه الكرة أو يتركها. تركها منذر دياب لهاني رفاعي، وضعها هاني رفاعي في منطقة الجزاء، أبعدت وشتتت. حائرة لا تزال، قلت من الصعب أن تواجه فريق متحلل تماما من أي شكل من أشكال الضغوط. لا أحد سيلوم المجد إن خسر هنا في هذا الملعب الذي خسر فيه الجميع تقريبا، السابع من نيسان. لا أحد سيأخذ على المجد خسارته أمام هكذا تشكيلة وهكذا مدرب وهكذا استقرار وهكذا مستوى متصاعد منذ بداية الدوري. لذلك يلعب المجد كرة القدم من أجل كرة القدم ليس إلا، والذهن صافي وخالي من أي شكل من أشكال التوتر والضغوط. هذا ما يجعل المباراة صعبة تماما على تشكيلة الحمراء إلى حد اللحظة. لو شاهدتم معي تقريبا ولا أي فرصة خطيرة للاتحاد إلى حد هذه الدقيقة، مع انقضاء قرابة نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول. هذا شيء غير اعتيادي. سلامات للاعبي الفريقين، اشتراك على الكرة الأخيرة حمزة سواس، وكذلك هذا ليس حمزة سواس، هذا محمود قلعجي. سلامات له ولقائد التشكيلة. المجدوية منذر، أو أنه عبد القادر تركي. سلامات لعبد القادر تركي، وسلامات لمحمود قلعجي. في هذه اللحظات يخرج فاضل شوة من أرضية الميدان من فريق الاتحاد، ويدخل عمر جبارة. تبديل اتحادي في وقت مبكر في الشوط الأول. لا يؤمن معن الرشد بأن الشوط الأول شوط اللاعبين والثاني شوط المدربين. كل دقيقة كل ثانية صارت دقيقة المدربين وثانية المدربين، ولا يفوت أي لحظة الكابتن معن الرشد. يشاهد المباراة بعشر عيون، بعشرين عينا يشاهد المباراة معن الرشد، وليس فقط بعينين اثنتين، ما دفعه لإجراء تبديل للتنشيط الهجومي الواضح، رغم أنه تبديل رجل برجل وليس تبديل على مستوى المراكز. ولكن خبرة جبارة يراها معن الرشد أفضل في مثل هكذا ظرف، لهكذا مباراة مقفلة ومستعصية ينتشر فيها فريق المجد منذ الدقيقة الأولى بكفاءة عالية واقتدار يملأ بلاعبيه أرضية ميدان ملعب حلب البلدي. ماذا أنت فاعل يا عمر يا جبارة؟ أي دويتو ستصنعه مع حسن دهان وكذلك أحمد كالو؟ من سيوزع لك الكرات، أم أنك أنت من ستوزع الكرات باتجاه زكريا رمضان وحمزة سواس؟ إحصائيات هذه المباراة تقول أن المجد سدد مرة واحدة وضعف ذلك سدد الاتحاد، أما ضربات الزاوية فلا يوجد سوى ضربة زاوية واحدة في كل المباراة لفريق الاتحاد. كانت وقع لاعبو الاتحاد في مصيدة التسلل خمس مرات مقابل مرة واحدة لخصومهم. استحواذ اتحادي لا يزال بنسبة 55% من وقت المباراة أمضته الكرة بين أقدام لاعبي الاتحاد، و 45% من وقت المباراة كانت فيه الكرة بحيازة الزرق فريق المدرب سامر قشاط. ندخل هذه الجولة 11 وقد أتممنا 10 جولات، جمع منها الاتحاد 28 نقطة وضعته في الصدارة بجدارة واستحقاق، وشيء من السهولة ب 28 نقطة تشرين ثانيا ب 22 نقطة، والمحافظة في المركز الثالث ب 17 نقطة، يليه حطين بذات الرصيد والطليعة كذلك خامسا بذات الرصيد 17، الوثبة والكرامة لكل منهما 15 نقطة، والحرية ب 12 نقطة. في المركز الثامن كرة كانت لحمزة سواس لم تصل إليه،
تغيير المراكز هذا ما لم يتأقلم معه لاعب الاتحاد، ربما لأننا نشاهد أكثر من ظاهرة لم نكن نشاهدها فيما مضى من مباريات لم تكن واضحة سابقا، عندما يلعب حمزة سواس في المكان الذي اعتاد أن يبدأ فيه محمود نايف أساسيا نشاهد هذه الفروقات. هذه رأسية زكريا رمضان لم تأتي لأن الرأسية الدفاعية سبقتها، أبعدت، صارت عند الرقم 77 بوحة بشار، لعبها بشار طويلة لم تجد سوى علي رينا. علي رينا لشحرور، شحرور لجبارة، طويلة هذه الكرة على اليسار، يا سلام، ولكن في موقف متسلل يستلمها محمود نايف. قلت تبادل المراكز بين حمزة سواس الذي يدخل أساسيا بصفة غير اعتيادية هذا المساء بينه وبين محمود نايف، هو الذي أخل بالمنظومة التي رسمها بعناية مع الراشد في سابق المواعيد، لذلك ينهي شوطا ربما ولم يتأقلم لاعبوه مع التوزيعة التكتيكية الجديدة، لاعبون في مقتبل العمر الكروي في مستهل المشوار المهني. كرة القدم صارت مهنة، صارت اقتصاد، صارت تجارة، صارت استثمارات، كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، وهذا الشيء القارة العجوز قادت إليه ولا نجد عكسه سوى في أمريكا اللاتينية، في البرازيل والأرجنتين وكذلك تشيلي وجوارها من الدول يلعبون كرة القدم لأنها لعبة لا يزالون يلعبونها ولا مشكلة لديهم بأن يلعبوها بقدمين حافيتين. أما في القارة العجوز فباتت كرة القدم تدرس وتحسب بالمليمترات والسنتيمترات ويتعلمونها في الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات الرياضية التي تلقى رعاية واهتماما دائمين وشهرة كذلك على مستوى قارات العالم. كرة على اليسار عند كالو، منه إلى سواس، إلى زكريا رمضان، من جديد إلى سواس، ولكن مراقب سواس، اصطدمت به الكرة وخرجت ضربة مرمى مجدوية سلبية، لا تزال تسيطر على هذه المباراة 0-0. الاتحاد لا يفلح بافتتاح التسجيل من أمام الوفد المجدوي الدمشقي. طويلة كرة عبد القادر تركي، على اليمين مجدوية، مقطوعة مرت، لا تزال زرقاء تبعد بالرأس من علي رينا، تهدت بعد ذلك بسهولة في أحضان محمد حسوني. طويلة لزكريا تركها لحمزة سواس يجري وراءها، لم يلحق بها، طالت عليه، كانت رمية تماس لصالحه، تركها للقلعجي محمود. محمود قلعجي مرة من الأول، مرة من الثاني، مرر للكالو، كالو وضعها على اليسار، عرضية طويلة جدا، أطول من اللازم، بعيدة، خرجت خارج أرضية الميدان، هجمات عقيمة، هجمات لا ترتجى منها أهداف، هجمات لا تشكل أي شكل من أشكال الخطورة. مستوى فني غائب تماما اليوم، لم يهدد مرمى الحارسين بشكل كاف، ولم تطرق أبوابه، ولم نسمع حتى صوت العارضة. هذه الانطلاقة على اليسار عند بوحة بشار، غطى قبل ذلك محمد حسوني بدور ليبرو، ولا أروع، محمد حسوني، رمية تماس اتحادية عند القلعجي.
في الدقيقة 40 من زمن هذا الشوط الأول. أعزائي متابعينا متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقعي فيسبوك، متسلل أنت يا زكريا. عبد الكريم تركي، زكريا من هنالك على اليسار، خطيرة هذه الانطلاقة باتجاه رمضان ولكن أقرب إلى حارس المرمى، لم تكن متوازنة هذه العرضية، لو أنها باتجاه زكريا رمضان لكان الحديث مختلفا تماما، ولكنها تهادت في أحضان مصعب كلو. أواخر دقائق هذا الشوط، هل من قلب لحسابات الشوط الثاني وإرباك لها وخلط للأوراق قبل التوجه إلى غرف الملابس للتوجه بوجهين متناقضين، وجه فائز ووجه خاسر، وجه باسم ووجه عابس، وجه يحك الحاجب بحثا عن التعديل ووجه يبحث عن التعزيز وإنهاء المباراة في شوط المباراة الثاني، أم أننا سنخرج من الشوط الأول كما دخلناه بنتيجة 0-0 وسنبدأ الشوط الثاني من نقطة بداية المباراة السلبية إلى حد الآن أداء ونتيجة من الجانبين. كالو، الانتشار الهجومي يعاب حاليا على فريق الاتحاد، تجد حيرة في المراكز، تجد وكأن المراكز لم تنظم ولم تقس بالمليمتر، ولا يعرف أي لاعب أين يتمركز، يتبادلون الجهات بين هجمة وأخرى، تجد سواس في اليمين تجده بعد حين في العمق، تجد شحرور يدخل باتجاه العمق، أحيانا كالو لا يدري إلى من يوزع الكرة، دائما زكريا رمضان في مركز رأس الحربة هذا الثابت الوحيد وفي معظم الأحيان في موقف تسلل إن كان هو أو كان محمود نايف صاحب الرقم 10. كرة لحسن دهان، لا يمر حسن دهان، غائب تماما، حاضر غائب حسن دهان هذا المساء لأنه يلعب باتجاه اليسار قليلا وليس في مركز خلف المهاجم الذي يفضله ويمتع من خلاله ويقنع عبره ويوزع كرته حيث يشاء ويتحكم بمسار الهجمة الحمراء دائما وأبدا. كنا نشاهد حسن دهان بهذه الطريقة إلا اليوم، فهو ميال للجهة اليسرى، لذلك لا يجد من يستمع ل نداءات تمريراته، لا تصل الكرات من حسن باتجاه المهاجم بالصفة المثلى، لذلك مرمى مصعب كله لا يزال لم يهتز إلى حد هذه اللحظة. حالة تسلل لا أدري هي الرقم 7 أو حتى 8 على فريق الاتحاد في هذا الشوط فقط، هذه وحدها ملاحظة تكتيكية تؤخذ في الاعتبار، وإن جرى الحد منها فالحديث يختلف وكلام النتيجة يتغير ولغة السكور تتبدل. ضربة حرة في منتصف ميدان المجد، حتى فريق المجد لم نشاهد منه محاولات هجومية كما بدأ في بداية الشوط، بدأ متحمسا، بدأ منتشرا، غابت بعد ذلك التكتيكات، غابت التمريرات، غابت التمركزات، غابت الخطورة، قد تعود الخطورة مع هذه الكرة، لا لم تعد بل أبعدت، صارت عند حمزة سواس، لا يجد أمامه إلا زكريا رمضان، محكوم دائما بهذه التمريرة حمزة سواس، غالبا ما تقطع كرة كالو باتجاه حسن دهان، راح حسن من هنالك على اليسار، انطلق بكل روعة، قطعت من أمامه، يا سلام، برافو على هذا التدخل الدفاعي الجميل جدا. محمد حسوني، بلال كلاسي،
قلعجي كلاسي كالو كلاسي كلاسي طويلة باتجاه زكريا، راح زكريا لوحده لو استلمها انطلق فيها زكريا تغطية دفاعية مثالية في اللحظة الأخيرة، صارت عند جبارة من هنالك على اليسار، جبارة طالت عليه خرجت إلى ضربة مرمى لمصعب كلو، ضربة مرمى مجدوية طالت على عمر جبارة هذه الكرة مع بقاء دقيقة واحدة على انتهاء زمن المباراة في شوطها الأول. حكم المباراة السيد نور الدين زازا احتسب 3 دقائق وقت مبدد من زمن هذا الشوط. كرة محمود نايف قطعت بنية بدنية ممتازة لفريق المجد يتفوق فيها على الاتحاد الذي يلعب حارسه بالنار في هذه اللحظة بالذات مع بداية الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، كاد يكلف فريقه هدفا أول. تعود اتحادية عند قلعجي، انطلاقة ممتازة من الأول والثاني والثالث، قلعجي قطعت من أمامه رمية تماس، تعود اتحادية. صار عمر جبارة يلعب على الجهة اليمنى أمام قلعجي، هذا التبادل في المراكز الذي لم يؤتي ثماره في شوط المباراة الأول، ماذا سنجد في الشوط الثاني؟ هذه الكرة التائهة من حسن دهان قلما نجد لها مثيلا عند هذا اللاعب الذي عودنا دائما على تألقه. كرة حسن دهان تلخص كل ما يجري مع الاتحاد، هنالك شيء غريب، شفرة هذا الشيء الغريب ستكون في ذهن معنى الرشيد وليس في ذهني أنا أو أذهانكم أعزائي متابعينا. ما رأيكم بهذا الشوط؟ ألست مصيبا بأن الاتحاد ليس هو الاتحاد الذي عرفناه؟ وأجيبوني لماذا أنتم دائما أنتم أصحاب الحكم؟ عمر جبارة تحت الضغط مضطر للعودة للخلف باتجاه كلاسي، كلاسي لكالو، معه محمود نايف يفضل الكرة الطويلة لشحرور المنطلق القادم من الخلف، مشت الكرة مع شحرور جاءت لصالحه قطعت بعد ذلك تحولت لتماس أهلوية بيد جبارة، لعبها جبارة بسرعة للدهان، دهان وضعها عند قلعجي، قلعجي عرضية باتجاه المرمى خطيرة، عرضية قلعجي ولكن من يتابعها؟ على اليسار رمية تماس من هلالك تتحول جهتها، لا تزال الكرة أهلوية، أحمد كالو يطلبها، صارت عند حسن دهان، حسن دهان لعلي رينا أو هذا محمود نايف، محمود نايف كرته خاطئة مبعدة مقطوعة، مجدوية عند أويس تركماني من أمام لاعبين أو 3 لن يمر، تدخل والكرة لا تزال بحيازة التركي مع أدفانتج، لا يشير الحكم إلى شيء بل إنه يشير إلى انتهاء أحداث هذه المباراة بشوطها الأول السلبي، أداء ونتيجة، لم تهتز الشباك، لم يتحدث أحد لغة المرمى، لم يضطر أي حارس بأن يجلب الكرة من داخل شباكه، لم تلعب من مركز السنتر سوى مرة واحدة مع بداية هذه المباراة وفي المرة القادمة من مركز السنتر وهي مع بداية شوط المباراة الثاني، سنقول لكم مرحبا من جديد إلى حينها لا تذهبوا بعيداً.